السلام عليكم. كما كنتم تشوفوا رانا هنا مع المترشح عبد المجيد تبون. رانا هنا كمدعمين كتنك من اناني من الجاليه الجزائريه اللي في المهجر مثل بلجيكا، وراني هنا رانا من المدعمين تاع عبد المجيد تبون. وان شاء الله كما كانت العهده الاولى كان فيها ثمار مليحه في الناحيه الدبلوماسيه ولا في الداخل الوطن، وحنا عندنا جزائر وحده، وان شاء الله كما يقول لك ان شاء الله العهده الثانيه تكون فيها ثمار اكثر واكثر. واللي هذا الشيء اللي انا نشوفه فيه يعني في الداخل وخارج البلاد، وحنا كرياضيين يعني ان شاء الله يكون تانيك فيها دعم للرياضيين كما انا شفنا في لي جو اولمبيك هذوما اللي فاتوا، اللي كانوا رياضيين يعني كانوا مدعمين من عند الدوله، كان فيها يعني ثمار، وكان فيها اللي فوالا. وان شاء الله هنا مع تبونا من المدعمين كما دعمنا الحمله الاولى، رانا ندعموا في الحمله الثانيه، واني جيت سبيسيالمون هنايا. وما شاء الله كاينه اون بون ايكيب اللي راهي تزاول واللي راهي تسهر على وزمه، منها المدير الحمله نشكره السيد مرات تانيك اللي راهو قايم بها، والتنسيقيه تانيك تاع مرشح عبد المجيد تبون. الله كل الشعب الجزائري يكون متضامن تانيك ويروح ينتخب، وهذه هي وان شاء الله تكون خير على البلاد. بلا ما نساو تانيك عمي تبون كما يقول لك هذه الكلمه تانيك راهي دايره حاله في الداخل وخارج البلاد، ولا حتى الكوري يقولوا لنا باس لو بونجور عمي تبون. وان شاء الله كما يقول لك ولات كما 1 2 3 فيفا الجيري، زادت هذه يا عمي تبون. ان شاء الله تكون لا جينيراسيون واخد اخرين اللي يعرفوا تانيك باللي البلاد هذه كانوا واقفين عليها رجال اللي خلاتها تولي هكذا. والحمد لله وطونك رياضيين رانا من المدعمين ان شاء الله الحمله مترشح عبد المجيد تبون. وتحيه عمي تبون. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.